آثار قصف الطيران الحربي بالقنابل العنقودي على قرية الترمبي في ريف إدلب. كما ترون مدرسة وأهالي وأطفال. مرحبا عمو، ايمت ضربتكم طيارة؟ امبارح الصبح. كيف ضربتكم؟ ضربتنا بالقنابل العنقودية. انت كنت حاضر عند الضربة؟ كيف شلون صارت القنابل؟ كيف؟ شو شفت؟ احكي لنا شو شفت عند الوقت؟ شفت تفقع بالهواء، فقاعات متعددة وتسقط وتفقع. حدا تضرر؟ نعم، طفل انجرح؟ اصابته في قدمه. روح اشوف هنيك يا هلا.